بيقول من جهة اللعنة التي يتكلم عنها الكاتب: ما الفرق بين وراثة اللعنة من الآباء إلى الأبناء وعن وراثة موت الخطية من أبونا آدم؟ شوفوا إيه عند أبونا آدم لما حكم عليه بالموت هو وحواء: يوم تأكلان من الشجرة موت أنت موت. لما حكم عليهم بالموت حكم عليهم بكل ما في مستودع كل منهما كله بالموت. حكم بالموت على آدم وكل ما فيه من حيوانات منوية، وحكم بالموت على حواء وكل ما فيها من بويضات. فأي نسل جه نزل محكوم عليه بالموت غير الخطايا الفعلية اللي فيما بعد. من جهة الخطايا الفعلية نجد كلاما لطيفا في سفر حسقيال النبي إصحاح 18. إصحاح إيه؟ 18. شوفوا بيقول إيه من أول إصحاح: وكان إلي كلام الرب قائلا: ما بالكم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرا وأسنان الأبناء برص. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل. ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. وبعدين يقول بعد كده ده في أول إصحاح، وبعد كده يقول تاني من آية 20: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من اسم الأب والأب لا يحمل من اسم الابن. يبقى الكاتب لما قال اللعنة اللي تصيب الابن تصيب الاب حتما او لا محالة، مش مظبوط، ده ضد حزقيال 18. واللعنة اللي تصيب الابن تصيب الاب حتما ضد حزقيال 18 وضد الاحداث اللي قلتها لكم.